التدريبات العسكرية. قوات وفرادة الجيش المصري على مر العصور منذ بداية التاريخ وحتى الآن كأقدم جيش نظامي في العالم وأكثر. قاعة المجد بتضم أمجاد العسكرية المصرية عبر العصور، من عصر مصر القديم اللي كان متمثل فيه المعبودة السخمت، معبودة البطش والقاع عند المصري القديم، واللي كان الملك المصري القديم بيصطحبها معاه عشان تبث الخوف والذعر في نفوس الأعداء. وفي العصر الإسلامي عندي كمان الأربع فرسان من عصر صدر الإسلام، عندي فارس عصر صدر الإسلام والعصر الأيوبي والعصر المملوكي ومساعد قائد الإنكشارية. عندي كمان في العصر الحديث المتمثل في تمثالين، محمد علي باشا وإبراهيم باشا، وفي العصر المعاصر المتمثل في زورق العبور، عبور 6 أكتوبر العظيم، ومن وراء الثلاث أسلحة الرئيسية، القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي. يخصص المتحف قسما كاملا يوثق لأدق تفاصيل نصر أكتوبر العظيم من مراحل الإعداد وحتى العبور. هنقول بداية نتحدث عن ترابيزة العمليات، وبنلاقي ان بتضم اهم القادة العسكريين، بداية من الرئيس الراحل محمد انور السادات، هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، بجواره من جهة اليمين اللواء محمد عبد الغني الجمصي، هو رئيس هيئة العمليات، وبجواره هنلاقي الفريق سعد الشاذلي، وهو اللي كان طبعا مسؤول عن خطة الحرب 73، وكمان هو كان ساعتها رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبيليه طبعا اللواء محمد علي فهمي، وهو كان قائد القوات الدفاع الجوي، ثم اللواء فؤاد أبو ذكري وهو قائد القوات البحرية. الجانب الآخر من الترابيزة هنلاقي الفريق طبعا أحمد إسماعيل، وهو كان وزير الدفاع، بجواره اللواء محمد حسني مبارك وهو قائد الجوية، وهو كان صاحب الضربة الجوية في حرب 73. انتقلنا لمجموعة من الأزياء والبدل العسكرية الخاصة بالقادة العسكريين اللي حاربوا وشاركوا في حرب 73، من أهمها الزي اللي قدام حضراتكم، هو الزي اللي خاص بالسيد الرئيس محمد أنور السادات، والبيادة اللي خاصة بالسيد الرئيس محمد أنور السادات، بالإضافة إلى عندنا الزي العسكري الخاص باللواء محمد عبد الغني الجمصي، هو كرئيس هيئة العمليات، ومقتنياته من النياشين اللي جمعها على مدار حياته العسكري، وبالإضافة إلى طبعا الشهادات اللي خاصة بيه، بأهمها شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية وشهادة البكالوريوس في درجة الماجستير في العلوم العسكرية. بالإضافة إلى الأزياء العسكرية عندنا الزي العسكري الخاص بالنقيب يسري عمارة، والذي أسر الأسير الإسرائيلي عساف ياجوري، ومقتنيات عساف ياجوري من محفظة، من بطاقة شخصية وسلاح. قوات انذار متنوعة او مقتنيات ذخيرة مختلفة مستخدمة في الحرب، فضلا عن صواريخ السام وجزء من طائرة اسرائيلية من بقايا الحرب. المتحف كمان بيضم عندنا مجموعة من القاعات المتنوعة لكل سلاح من اسلحة القوات المسلحة، زي طبعا القوات البحرية والقوات الجوية وسلاح الهيئة الهندسية وغيره. كما يضم المتحف مقتنيات ومجسمات تسرد التاريخ العسكري المصري مفصلا عبر مختلف العصور، كالعصر الفرعوني والإسلامي، مرورا بعصر أسرة محمد علي باشا ووصولا للعصر الحديث.